أهلا بحضراتكم. كتير من الناس لما بتمر بخبرة الطلاق بتتسأل أنت اتطلقت ليه؟ مع كل يوم جديد بيكون في 240 واحدة مطلقة، 240 حالة طلاق بتتم كل يوم، كل 6 دقايق تقريبا بيكون في حالة طلاق بتقع عندنا هنا في بلدنا. مع مرور الوقت نسبة الطلاق تجاوزت 33%. تخيل ان لفظ مطلق ومطلقة اللي بيعود على زوج وزوجة تم الانفصال ما بينهم، لان الراجل كمان بيتقال عليه مطلق. كل يوم بيبقى فيه هذا العدد وهذا الكم من المطلقين والمطلقات. في الغالب ان الزوجة حسب الاحصائيات هي اللي بتحاول تطلب الطلاق. ولما جينا نفكر ليه الناس دي بتطلب الطلاق بكتير جدا من الالحاح، بكتير جدا من المشاكل اللي بتوصل للمحاكم، عملت دراسة بسيطة جدا وكانت عميقة برضو جدا. كان الهدف منها، وأجرناها في جامعة عين شمس بالمناسبة، كان الهدف منها وقتها ان احنا نعرف هي الستات بتتطلق ليه او بتلجأ للطلاق ليه. وكنت اظن زي كتير من الناس ان الستات ممكن تتطلق لاوضاع اقتصادية ملخبطة او لظروف اجتماعية غير مستقرة، وللأسف ما كانتش دي الحقيقة. طلعت النتيجة بخمس دراسات عن خمس اسباب، خمس دراسات فرعية لخمس أسباب رئيسية قدرنا نمشي ورا كل سبب فيهم، وكان بمثابة دراسة لوحده. السبب الأول اللي كانت الستات بتلجأ للطلاق في المحاكم فيه، وكانت عينة الدراسة بمختلف الأوساط المجتمعية، يعني من الأوساط الراقية ومن الأوساط الشعبية ومختلف الأوساط التعليمية اللي معاها ماجستير ودكتوراه واللي معاها دبلوم ومش متعلمة، ومختلف الأوساط الثقافية والعمرية اللي متجوزة أول سنة من الجواز واللي بقالها كتير وولادها كبروا واتجوزوا. عد ورايا الخمس أسباب اللي عملنا عليهم ولازلنا بنجري خمس دراسات منفصلة. السبب الأول للجوء الشريحة الكبيرة من الدراسة للطلاق كانت الأخلاق. إنها هتقولك الزوج ده ما عندوش أخلاق، مش جدع، مش أصيل، حد ما بيحبش الخير للناس، بيغير منهم، ممكن يكون بيغير منها وتتحول الغيرة عليها لغيرة منها فيكره نجاحها ويضايقها ويعطلها في حياتها. وكان السبب الثاني أسوأ، أسباب نفسية، إنه غير مستقر، مضطرب، مهزوز قدام الناس بوش من وراهم بوش تاني. الثالث كان من الأسباب المهمة جدا الأسباب الجنسية اللي كتير من الناس ما بتتكلمش عنها. وخد بالك إن الجنس غير التناسل، وده اللي هتعرفه في حلقة تانية على نفس الموقع. مش مقصود بيه اللي جه في بالك، ده حاجة تانية لها علاقة بالمشاعر، حاجة تانية لها علاقة بالاحتواء. وبعدين جه السبب الرابع، كان الوضع الاجتماعي، ابن أمه، دي حقيقة علمية، أهله بيتدخلوا، ده واقع مؤسف. وبعدين جه السبب الخامس، الوضع الاقتصادي. قبل ما تفكر وتسأل كل واحدة بنظرة اتهام انت ليه فكرت تتطلقي، فكر كويس ان كان ممكن يبقى عندها سبب من الخمسة اللي ممكن انت شخصيا ما تقدرش تتحمله. هتعرف كتير عن اسباب الطلاق وكتير من الدوافع اللي خلت كتير من الستات تتطلق في كتير من الحلقات اللي هنقدمها لك هنا على موقع صدى البلد. انتظرونا.